تتوقع؟ ها؟ تتوقع يا نواف؟ ان شاء الله. تسمح لي بس؟ ارجوك لا تضايق. خلنا نتضايق من داخل. انا ودي اسال سؤال واحد بس. السؤال اللي ينسل دائما في كل ابراهيمات. بس ان احنا مجبورين نساله. ما هو تكرار قد ما هو يعتبر ركن رئيسي على مسرح الإبراهيم. وخلوني أسأل شخص واحد فيكم، عز، محمد، سلطان، عادل، عبد العزيز، ليش تحب اسم عز على فكرة؟ لأنه اسم جميل. ليش مش عبد العزيز؟ عبد العزيز. ليش ما تسمي نفسك عز؟ أبوي سماني عبد العزيز. أبوك سماك؟ عبد العزيز. طيب مقتنع برأي عبد العزيز؟ رأيه. تمنيت انك قلت انها اسهل نطقا من باب يعني التلطف بافواه الاخرين. نواف الاكلبي، ماذا لا قدر الله وكلكم لا قدر الله لو كنت المغادر؟ والله فمان الله. ابي تسمح لي بس، ابيك تاخذ كذا تغمض 10 ثواني او خمس، خليها 15 ثانيه تكفيك. ابي شعور فعليا. هذيك الكاميرا تسمح لي بس قاعد. الله متعاون جدا يا قاعد، اتمنى انك ترجع بس ما اتوقع. شوف هذيك الكاميرا، ابيك الان 15 خليها 20 ثانيه، ابيك تغمض عينك وتاخذ شهيق زفير شهيق زفير وتجمع كل شعور شعر فيه احد من خلق الله فوق هذه الارض، شعور امل وطمانينه، وتنثره وتترجمه من خلال حروفك. أبي الناس بكرة يقصون المقطع وينزلونه في التيك توك ويقولون فعلياً هذا المقطع مضرب مثل في التفاعل. غمض والله غمض، أنا ناصح لك. خلونا نعد يا جماعة، ممكن تسمحوا لي أعد بس؟ واحد، لا تفتح عينك ترى الكاميرا عليك. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14. ما يحتاج أكمل. النواف مبروك العودة. اسمح لي اقول كلمة. عيد السؤال ثاني. عيد السؤال ثاني. نسمع يا جماعة، نسمع. في سؤال عندك صح؟ مو سؤال. قلت اسمح لي؟ أنت قلت اسمح لي؟ اسمح لي أقول كلمة. أنا كنت بقول قول بس بدون ما تغمض، لأنك مش محتاج أنك تغمض الآن إلا وقت النوم فقط. نعم. بس ليت الإخوان بس يجلسون بس شوي. أنا كنت بقول بيت الله يهديك، توترتني بغيت أقول فمان الله واسحب سالفة إعجابي. أبرح على مداهيلك وأخليها. هذه كانت النية، ولكن أحب أشكر جميع من. مين تقصد قبل لا تشكر؟ مين تقصد أبرح على مداهيلك وأخليها؟ مين تقصد؟ قريب. كنت تعتقد انك راح تغادر؟ نعم. شفتوا يا جماعة الخير؟ ما لي بطي من ريجي ذولا عشان يوم اني اضمن رجوعي، ولكن شفتوا يا جماعة الخير تسمح لي؟ شفتوا يا جماعة الخير؟ كان يعتقد نواف انه راح يكون هو المغادر. نعم. بينما شاء الله سبحانه وتعالى ان يكون احد العائدين. نعم. لا تثقون دائما بهقواتكم، احيانا الانسان ينغش في هقوته. احيانا الانسان ينغش في اقرب شخص له. صحيح. الشيء الوحيد الشيء الوحيد ما تكلمنا عنها قبل، ولكن انا اقول ما يبطي من ريجي ذولا، فهمت؟ اقول ان طلعت ما يبطي منهم انا يوم اني اضمن رجوعي للقناه، ولكن عسى التوفيق في النواف. سلام. كلامي لا ليس له صله بنواف. انا انطلقت من نقطه انك كنت تعتقد وصار الشيء خلاف ما تعتقده وتشعبت. فانا دائما اقول لا تنغش في حتى اقرب شخص لك. انت معرض انك تنغش حتى في الصحبه. فقط نفسك هي اللي مستحيل تغشك.
هي اللي مستحيل تغشك، والدليل على ذلك وشو؟ موقف تفضل.